اليوم اللي كان قبل يوم الفط كان يوم عادي جدا، من يوم من ايام رابعة، بين الخيمة والمنصة والصلاة وقيام الليل وكده، كان يوم طبيعي جدا. بس انا كان معايا ابني، كان طفل عنده 10 شهور، فكان يوميها كان تعبان جدا وكان سخن، فروحت بيه حوالي الساعة 12:30 واحدة كده المستشفى ميداني. فضلت ان انا كنت قاعدة بيه عشان درجة حرارته كانت بترتفع وتنخفض يعني كده، لحد مثلا صلينا الفجر وابتدينا نروح الميدان. عامة بعد الفجر بينام في الوقت دوت، فابني راح في النوم يعني كده، فجينا حوالي الساعة 6 ابتدى الفض، فكنا حاسين بصوت جامد وكله بيصحي بعضه في الميدان وكده، وكان جنبنا خيمة للشباب فكلهم كانوا عاملين يصحوا بعض، فأنا صحيت وسمعت الصوت، فروحت فشلت ابني ولسه حبيت ان انا اطلع من الخيمة، كنا الخيمة بتاعتنا في شارع الطيران، فلقيت القنابل الغاز جوه عندنا في الخيمة، فانا بقى كنت مش عارفة افكر، كل اللي كنت بفكر فيه هو ابني والغاز وكده، فلقيت كوفيرتا كانت مفروشة في الخيمة، فخدتها وغطيت بيها ابني، لفيته بيها جامد، بحس ان انا كنت عايزة امنع ان الغاز يوصل له يعني وهو بيتنفس. فبعدين ما كنتش عارفة اروح فين، قالوا لي روحي على المسجد، بحيث ان هما بيدخلوا كل السيدات والاطفال اللي معاه اطفال المسجد، فانا ما رضيتش اروح المسجد، كنت عايزه حابه ان انا اروح المستشفى، بحيث ان اي حاجه لو حصلت لابني ابقى في المستشفى ويقدروا ان هما يسعفوه يعني. ففعلا رحت دخلت على المستشفى الميداني، فابتديت اول ما دخلت لقيت من الباب بره خالص، لقيت يعني اصابات شديده جدا، حاجات انا عمري في حياتي مهما كنت يعني اتخيل، عمري ما كنت اشوف حتت بني ادمين كانت في الارض، فعلا كان على السلم، في مش مجرد دم او نزيف، قطع لحم من بني ادمين كانت على السلم وفي الارض، كانت يعني ناس باصابات كتيره جدا جدا ما كنتش اتخيل ان انا اشوفها ابدا في حياتي، يعني تحس ان هما كانوا بيقصدوا الاصابه اللي هما يعملوها تبقى اصابه شديده يعني. فبعدين ما دخلتش المستشفى جوه، فضلنا واقفين في المستشفى من جوه البوابة الحديد، ففضلنا قاعدين، كانوا الدكاترة كانوا مجمعين شوية أطفال يعني أمهات وأطفال، بحيث إن هما بيدوا للأطفال محلول كده بيغسلوهم بيه مناخيرهم، ففضلت قاعدة بره لحد ما قعدت بره لحد شوية، كان ابتدى بقى الضرب يزيد جدا، القنابل الغاز جوه المستشفى، فدخلونا جوه المستشفى، فضلت واقفة بابني فترة طويلة جدا قدام المروحة عشان خاطر الغاز وكده. فبعدين فضلنا واقفين كتير، وبعدين راحوا مدخليننا جوه، قالوا لنا الأطفال والأمهات يطلعوا الدور الرابع، كل اللي معاه أطفال يطلعوا في المستشفى الدور الرابع. فلما نزلنا من الدور الرابع نزلت في المستشفى تحت، فلقيت المسافين دي تحتيه، في واحد مصاب تقريبا اصابه جامده في ظهره، تقريبا كانت في عمود فقري، وخايفين يحركوه، فعمالين يقولوا لي لو سمحتي ارفعي الترولي وافتحيه، فانا ما كنتش عارفه اصلا ان هو بيتفتح ازاي، هو ترولي مقفول محطوط في الارض، انا حتى مش عارفه وشايله ابني، فمش عارفه اعمل اي حاجه، ما اعرفش والله سبحان الله ان انا نزلت في الارض وفتحت الترولي ورفعته معاهم، انا ما كنتش عارفه ازاي عملت كل دوت يعني. بس كلنا كنا واقفين على دم يعني، حتى كان معايا الكوفيرتا بتاعت ابني كنت مغطيها بيه صغيره، وقعت في الارض رفعتها كلها دم يعني، كنت شايفه في كل اللي حواليا صبر وثبات يعني، تحس ان في حاله ايمانيه كانت نازله على كل اللي في الميدان، محدش كان خايف خالص، بالعكس كان كل الناس واقفه وصابره وصامده وكانت مكمله. زوجي جا وشفته يعني، وعرف يوصل لي وقال لي يعني ان في الشهيد احمد مدني استشهد، وان الشهيد احمد مدني استشهد، وساعتها برضو في نفس الوقت قالوا ان الشهيده اسماء البلتاجي استشهدت يعني، وبعدين اطمن عليا وقال لي خليكي مكانك ما تطلعيش بره، وانا اطمنت على اخته ووالدته منه كده، وبعدين خرج. بعدها بساعتين ولا حاجه كنت فضلت قاعده مكاني لحد ما زوجي دخل تاني هو واخته ومامته، وعرفت ساعتها ان زوجي كان واخد رصاصه في رجله اتصاب يعني من الصبح، بس انا ما عرفتش او ما خدتش بالي،
وكذا حد من اللي عندنا يعني كان مصابين، كان في مصاب في ايده ومصاب في رجله، وكان الشهيد احمد مدني. ففضلنا قاعدين، طبعا الشهداء عمالين يزيدوا والمصابين عمالين يزيدوا حوالينا، و يعني وبرضه الضرب زي ما هو، وقوتهم يعني صوت الطيران فوقينا، صوت قنابل الغاز، صوت مولدات الكهرباء هم عمالين يفرقعوها، كل الحاجات ديت ما وقفتش اللحظة يعني من ساعة الفض لآخره. فوقفت اللحظة مش عارفين نعمله ايه، اطلع من المستشفى بابني ولا افضل جوه ولا اعمل ايه. فلقينا ان المستشفى كان ليها بابين، فانا كنت قاعدة من قريبة من باب، والباب التاني اقتحموا المستشفى وفتحوا الباب ودخلوا. فانا ما فكرتش اعمل ايه غير ان انا اطلع من الباب التاني دوت، فطلعت وما بصيتش ورايا تاني، ما بصيتش زوجي كان ورايا ولا والدته ولا اخته، ما بصيتش على اي حد. طلعت من ممر ضيق جدا، كان الممر ضيق، كان فيه حوالينا الضرب، كان فيه الجيش وكان فيه الشرطة بيضربوا، ممر ضيق جدا جدا، كان فوق الضرب رصاص حي من فوقينا من كل ناحية. حتى لقيت مجموعة شباب كده كانوا بيخلوني أوطي بابني، وكانوا بيعدوني عشان خاطر ما فيش ضرب يجي فينا يعني. لحد ما طلعت في شارع، أنا ما كنتش عارفة ساعتها أنا طالعة منين أو كده، لأن أنا أصلا مش من هناك. فطلعت زي ما كانوا هما ماشيين، فانا طلعت وراهم، لقيت شباب كتير جدا مش مستوعبين يعني انهم هيمشوا، شباب كتير جدا شايلين اصدقائهم المصابين والشهداء، اللي شايل شهيد في حصيره وبيشيلوه من اتجاهات وبيجروا بيه. شفت مصابين كتير جدا في الارض محدش عارف يشيلهم، المصاب في رجله، المصاب في عينه، المصاب في راسه، أعداد كثيرة جدا جدا كانت في الأرض مترمية في كل ناحية ومحدش عارف ينقذها. اللي كان معاه حد لحق يشيله وأخده وطلع بيه، واللي معهوش ما كان في الأرض. فبعد كده طلعت من الشارع دوت، شفت شاب يعني لا ما انساش كلماته يعني، هو واقف بيصرخ بيقول احنا فعلا خلاص هنمشي، محدش يمشي، خليكوا واقفين، مش ممكن تنتهي على كده، خليكوا صابرين، خليكوا صامدين. هو كان مش مستوعب يعني ايه ان احنا خلاص الميدان انفض، وان احنا هنسيب شهدائنا هنا ونمشوا خلاص ومش هناخد حقهم. بس ما كانش في خيار قدامنا ان احنا غير ان احنا نطلع يعني. فساعتها حتى لقيت عربية فيها كذا اتنين يعني، وركبت معاهم وطلعوني من هناك، طلعوني لحد مدينة نصر تقريبا او مكان قريب، وبعد كده نزلوني. ففضلت واقفة عشان خاطر أركب من مكان تاني، ما كانش فيه طبعا، القاهرة اتحولت في 5 دقايق المكان فاضي ما فيهوش أي عربيات أو أي دخوسة أو أي حاجة. فلقيت عربية فيها 3 شباب بنات يعني وشباب جايين ينقذوا أي حد طالع من الميدان أو محتاج مساعدة. فأخدوني وطلعوا بيا من هناك، كان في واحدة راكبة معانا أم سايبة شاب ابنها هناك مصاب في عينه متعرفش عنه. بعدين أخدوني من العربية ديت، مشينا من سكة معرفهاش كلها يعني في القاهرة، لحد ما ركبت من عربية لعربية تانية. ففي واحدة منهم يعني أخدتني بعربيتها وجابت زوجها يعني، ووصلوني لحد بيت كان قريبة زوجي كان في القاهرة. وصلت لحد هناك، كانت قعدنا لفينا فترة كبيرة جدا جدا عشان خاطر كل القاهرة كانت مقفولة، لحد ما وصلت كان هناك المكان اللي أنا رايحاه. فلقيت إن الراجل اللي بيوصلني بعربيته زوجته بتقول لي يعني إن هو ظابط، بس هو مش راضي عن كل اللي بيحصل دوت، وهو ليه إخوات ظباط ومش راضيين عن الفض، وإن هم عارفين إن الرابعة ما كانش فيها سلاح ولا كان فيها أي إرهاب أو كده، وهم فعلا منقطعين عن الشغل عشان خاطر عارفين ان دوت ظلم يعني. رسالتي للاخوان المعتقلين، ربنا يثبتكم ويرفع عنكم البلاء ويأجركم ويجعل كل هذه الاوقات يعني في ميزان حسناتكم. وما تخافوش احنا مكملين، احنا ما قدمناش حل تاني غير ان احنا نفضل مكملين ومصابرين وصامدين، وان شاء الله هنفضل في الطريق دوت، لان هو ده طريق الحق يعني، ما فيش قدامنا اي حل تاني. وان احنا يعني هنفضل في الطريق دوت على طول لحد ما يعني لحد ما الانقلاب دوت يزول يعني ان شاء الله.